منكم يا كباتن اعزائي المشاهدين، نروح لارض الملعب وزملائي الاعزاء كريم احمد وسلا حامد من ارض الملعب كالعاده ينقلوا لنا الاجواء واخر تطورات والاستعداد للمباراه. اتفضل يا كريم. مرحب بيك في البدايه طبعا كابتن هيثم السعيد، كل التحيه ليك والكباتن نجوم الاستوديو التحليلي، وتحياتي ايضا كمان للزميله سلا حامد. النهارده طبعا كالعاده يعني مباراه قويه جدا لفريق النادي الاهلي، وخلاص ابطال الكاس في مواجهه مصر التامين في دوري السوبر او في الربع النهائي ان شاء الله باذن الله. يا رب ان شاء الله تكون المباراه زي المباراه الماضيه ونفس الحماس ونفس الجديه ان شاء الله باذن الله. ثقتنا كبيره كالعاده في رجال كره السله، حققنا عدد كبير من البطولات ان شاء الله يا سلا كمان تكون بطوله دوري السوبر المحترفين ان شاء الله في دولاب بطولات النادي الاهلي. اجواء كتير واخبار كتير، نبدا معاك بمصر التامين مع زميلتي سلا حامد. ميرسي جدا يا كريم. بس طبعا خير، في البدايه ارحب بكابتن هيثم السعيد وبضيوفه الكرام والكباتن الكبار في الاستوديو، الكابتن طاهر رجب والكابتن محمد السلعاوي، وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، اللي حاليا ان شاء الله هنكون معاهم من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، وبالتحديد من داخل صاله الامير عبد الله الفيصل، عشان ننقل لهم كل الامور والكواليس هنا قبل بدايه وانطلاق مباراه اليوم، مباراه الاهلي والمصري ومصر التامين في الجوله الاولى او في اول مباراه في مرحله ذا بيست اوف 5 من بطوله دوري السوبر لكرة السلة. بالفعل يا كريم زي ما انت قلت، يعني خلينا طبعا ننقل لكل مشاهدي قناة النادي الاهلي والكابتن هيثم السعيد يعني استعدادات وكواليس استعدادات فريق مصر للتأمين لمباراة اليوم. يعني بالفعل فريق مصر التأمين تحت قيادة الكابتن محمود سيد استعدوا بشكل قوي لمباراة اليوم، ويمكن استغلوا كمان فترة التوقف الدولي اللي كان فيها يعني منتخب مصر بيستعد لتصفيات كأس العالم لكرة السلة في السنغال، استغلوا الفترة دي عشان يستعدوا بشكل قوي لمرحلة الدور الثمانية من بطولة دوري سوبر. يمكن يعني كانوا بيقوموا بالعديد من التجارب الوديه والمباريات الوديه مع مختلف الفرق، منهم فريق طلائع الجيش الزهور وكمان نادي الطيران. يعني كانوا بيعملوا العديد من التجارب الوديه عشان يستعدوا بشكل قوي للمرحله دي. كمان يمكن النهارده الصبح كان في زي محاضره فيديو ميتنج او محاضره فيديو ما بين كابتن محمود سيد واللاعبين لاعبي مصر التامين، عشان بيتكلم معاهم على بعض نقاط الضعف والقوه الموجوده في فريق النادي الاهلي، وكمان بيكلمهم يعني عن بعض الجوانب الفنيه والدفاع والهجوم اللي موجوده عند فريق النادي الاهلي، ويراجعوا كمان لعب او طريقه لعب النادي الاهلي عشان يستعدوا بشكل قوي لمباراه اليوم. كمان خلينا نتكلم شويه عن الاصابات والغيابات اللي موجوده في صفوف فريق مصر للتامين. في اربع غيابات موجوده في صفوف مصر للتامين، منهم محمد ابراهيم ومحمد اسامه. محمد ابراهيم في المركز الخامس يعني بيعاني من اصابه في قطع في الرباط الصليبي، كمان محمد اسامه في المركز الثاني بكسر في اليد اليسرى، والمحترف اللي موجود في صفوف مصر للتامين جونز يعني في انتقالات يناير انتقل لفريق سموحه، ومحمد يونس في المركز اربعه انتقل لفريق مصر الاتصالات. يعني حاليا يا كابتن هيثم فريق مصر التأمين بيعاني من أربع غيابات منهم المحترف، فالنهاردة إن شاء الله يعني مصر التأمين هيواجه النادي الأهلي بدون وجود محترف في صفوف الفريق، وعشان يعني في عدد كبير غايب في صفوف الفريق قرر كابتن محمود سيد إن هو يصعد العديد من اللاعبين في قطاع الناشئين أو بالأخص يعني فريق 18 سنة منهم بهاء رمضان وزياد أيمن عشان يكتمل عدد فريق مصر التأمين في مباراة اليوم. يعني تحدي جديد يا كريم، بطولة جديدة أخيرا فريق النادي الأهلي بيرجع تاني للمواجهات في بطولة الدوري. كمان كلمنا يا كريم عن استعدادات النادي الاهلي لمباراه اليوم. بالتاكيد يا سلا طبعا، يعني هبدا معاك يا كابتن هيثم كالعاده طبعا بالغيابات الاصابات، مين النهارده خارج القائمه الرؤيه الفنيه. يعني احنا طبعا استمرار مروان محسن والجمال وعمر عزب، طبعا احنا عارفين الاصابات الخاصه بيهم، لكن كمان النهارده الرؤيه الفنيه الخاصه بمستر اوجوستي بوش، خروج عمرو زهران وابراهيم علاء زهران. يمكن طبعا سالنا على الخروج، هل اصابه اجهاد؟ لا، يمكن هي رؤيه فنيه. انت عارف طبعا الضغط كبير الفتره القادمه، المباريات هتكون 18 21 25 28 31 فروتيشن مهم جدا الحقيقه. بوش بشكل عام الفريق جاهز جدا، كنا بنطمن بشكل يا كابتن هيثم طبعا مخصص جدا على الاجهاد، مدى جاهزيه اللاعبين، هل اي لعيب يشعر باي شيء. سلا يمكن ده امر مهم لان المجهود كان كبير جدا في بطوله كاس مصر وتحديدا كمان في مباراه الاتحاد اللي تطلبت مجهود مضاعف كمان سواء من خارج الخطوط او من داخل الخطوط لكل اللاعبين. النهارده كمان بتميز المباراه بالقوه والجديه. يمكن كسالة قال طبعا ان المحترف مش هيشارك، لكن مش هنقول ان دي نقطه النادي الاهلي يبدا عليها، النادي الاهلي خلاص المباراه القادمه بالنسبه له كلها تكون مباراه فوز. الدوري ده مهم جدا فريق النادي الاهلي في هذا التوقيت، نحقق ان شاء الله يا كابتن هيثم اللي ما تحققش من سنين عديده جدا في كره السله. وايضا كمان النقطه الاهم كل الدعم الكبير جدا لرجال كره السله والقطاع بالكامل طبعا من مجلس اداره النادي الاهلي على ادائهم المميز جدا برئاسه الكابتن محمود الخطيب، دعم ومسانده وعلى طول تحفيز بشكل كبير جدا، بيتكلم مع اللعيبه بيوصل لهم. وشفنا الحقيقه اخر المباراه مودي الجرحي واهتمام الكابتن محمود الخطيب وتحياته للاعبين، ده بيحمل اللاعبين عبء كبير جدا الفتره القادمه. الجمهور في الظهر، الجمهور بيساند بيآزر، محتاج البطوله دي ان شاء الله. لكن ان شاء الله النهارده بالجديه
اللي احنا عارفينها على لعيبه النادي الاهلي وبالاداء المميز جدا لاوجستي بوشا المدير الفني لفريق النادي الاهلي نقدر ان شاء الله نتخطى هذه المباراه. وباذن الله يا كابتن هيثم بقى نكون معاك انا وزميلتي العزيزه سلا حامد بعد انتهاء هذه المباراه باذن الله يكون مكسب لينا، ونتابع بقى كل جمهور النادي الاهلي تابعنا من خلالك ومن خلال شاشه قناه النادي الاهلي بلقاءات خاصه وحصريه فقط على شاشه قناه النادي الاهلي. لكن في هذه اللحظات عوده ليك من جديد والكابتن هيثم السعيد. زملائي الاعزاء كريم احمد وسلا حامد كالعاده بتغطوا لنا كل شيء يعني اكتر مما نتوقع، بشكركم شكرا جزيلا ونتقابل مع بعض ان شاء الله بعد المباراه ولقاءكم المميزه دائما ابدا. بشكركم شكرا جزيلا. يمكن النهارده